يا استاذ ممدوح معلش، ايه الموضوع اللي يافطة ويحيى الجمل والشعب يريد اقاله يحيى الجمل؟ والله معلش، ايه الموضوع؟ الموضوع هو كلمتين. يحيى الجمل هو سبب خراب كل نجاح للثوره، وسبب افساد كل نجاح للثوره. يحيى الجمل هو من بقايا الاستبداد والديكتاتوريه. يحيى الجمل هو من فلول النظام، هو من الثوره المضاده. لا ينبغي ان ننسى مقال سيد الرئيس في مصر اليوم منذ سنتين عندما خطب حسني مبارك. يحيى الجمل اقصائي، يكره الاسلاميين، يكره اي انسان لا يؤمن هو بافكاره وغير مقتنع بيه. الشعب يريد اقاله يحيى الجمل. انا شايف اليافطه كده، يعني تعبير عن الشعب. استقالته الراجل، ما هو قدم استقالته. احنا بنوجه رساله لمجلس الشعب القوات المسلحه ان الاستقاله ليست مطلب ليحيى الجمل، مطلب للشعب. الشعب يريد اقاله يحيى الجمل. الشعب يريد اقاله يحيى الجمل. احد المحامين او بعض المحامين الزملاء قالوا ينبغي ان تغير المحاكمه اليافطه الى الشعب يريد محاكمه يحيى الجمل. شكرا استاذ ممدوح، شكرا. الشعب يريد طيب حاضر.